مرحبا جميعا. إذا قلتلكن إنه بإمكانكن تصنعوا بيتزا بس على شكل قلب حمر، إذا قلتلكن إنه بإمكانكن تصنعوا قطع غيار لسيارة والدك القديمة اللي ما تملى قطع، إذا قلتلكن إنه بإمكانكن تعيشوا الماضي والتاريخ وتشوفوا المجسمات المنسية والحيوانات المنقرضة على أرض الواقع، بس إذا قلتلكن إنه بإمكانكن تعيدوا الحياة لطفل، الحرب أخذت له جزء من حياته وجزء من إيده. تصوروا كل هذا الشيء بإمكانكم تعملوه ضمن آلة صغيرة الحجم بس كبيرة بالمفعول تسمى بالطباعة ثلاثية الأبعاد. أول نقطة في بالنا كلمة طباعة ثلاثية الأبعاد، جوز نفكر نحن إنه هل الطابعة 3D هي مثل الطابعة الورقة العادية يلي أنا بحط فيها الورقة تطلع لي الشيء بدي إياه بس ورق فوق بعض، أو ممكن أنا أغير المادة اللي فيها؟ الجواب هو لا. فعليا الطباعة ثلاثية الأبعاد هو تسمية غير دقيقة وغير علمية، في حين تسمية الدقيقة والعلمية للطباعة ثلاثية الأبعاد هي الرابيد بروتوتايبينج أو النموذج السريع، بحيث أنه فكرتها تبني القطعة طبقة فوق طبقة فوق طبقة لحتى يطلع معي مجسم اللي أنا بدي إياه بشكل اللي بدي إياه. تخيلوا أنا أي شيء بإمكاني أعمله عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد بشكل اللي بدي إياه. تبدأ عملية الطباعة أولاً برسم المنتج أو النموذج أو أي فكرة تخطر في بالنا عن طريق الكمبيوتر، ومن ثم تشريح هذا المجسم إلى شرائح لحتى مثل ما اتفقنا مع بعض إنه عشان تفهموا الآلة حتى يطلع معي المجسم طبقة فوق طبقة فوق طبقة، ومن ثم تأخذ الآلة وتطبع عليها بالشكل اللي بدي إياه بالتصميم اللي بدي إياه. هل ممكن المواد المستخدمة هي فقط مواد بلاستيكية؟ الفيديو راح يبين لنا إنه فقط ما بس المواد البلاستيكية اللي عندي إياها، وإنما هي مواد أخرى، مواد غير بلاستيكية، في حين أنا ممكن أساوي مواد عجينية. متخيلين؟ الفيديو بيّن لنا إنه كيف أنا قدرت أساوي بيتزا المادة الأولية تبعتها هي عجين. أول طبقة بطينية هي عجين، الطبقة الثانية هي طماطم بحطها بالفرن ضمن درجة حرارة معينة وبيطلع معي بيتزا بس على شكل قلب حب. القطاع أطراف القطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد كان جدا كبير، وأحد أهم المجالات اللي عملت تغيير كتير كبير هو مجال الطبي والخاص مجال الأطراف الصناعية. أنا اسمي أحمد حاج موسى، ومن 3 سنين كان عندي حلم، كان عندي مشروع تخرج، كان حلمي إنه أقدر أساعد الناس بالعلم اللي اكتسبته. وبوقتها تعرفت على الطفل محمد. محمد كان فاقد لخمس أصابع بسبب قذيفة اجت على بيته، بوقتها تأثرت فيه كتير. هذا الشيء أعطاني دافع لحتى أعمل مشروع التخرج بالأطراف الصناعية الحديثة والخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد. من 3 سنين انولد شيء اسمه سمارت هاند. سمارت هاند كانت تتميز بأنه أطرافها كانت إلى لمسة بطولية. الأطراف اللي بتقدمها هي من الأطراف الثانية الصناعية، بحيث أنه ما بقارن اليد الطبيعية باليد الصناعية، وإنما كانت تعطي دافع نفسي للأطفال بحيث أنه تنزع منهم صفة المقارنة الطبيعية وتدمجها بالصفة البطولية. وهذا الشيء يلي أعطى لمسة كتير كبيرة للأطفال اللي عنا بحيث أنه يتقبل الأطراف الصناعية اللي عم تصنيع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد. رح نتعرف مع بعض على أول مشروع عملناه يلي كان اسمه هيروز. مشروع هيروز
كان بيهدف بأنه يتم تصنيع 50 طرف صناعي علوي لطفل. رقم 50 احنا ممكن نشوفه هو فقط مجرد رقم، في حين انه 50 ليس مجرد رقم، وانما كان هو 50 قصة، 50 حكاية عشناها مع الاطفال اللي تم تقديم لهم اطراف صناعية. رح نتعرف مع بعض على البنوتة اللي دخلت لقلبي كتير، اسمها نور الهدى. بنوتة نور الهدى اجت لعنا وطلبت طرف صناعي مصنع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد. كان طلبا مثل أي طلب تاني لطفل تاني، بحيث أنا بدي طرف صناعي مشابه لأيدي الطبيعية. بس لما شافت أطراف الصناعية الملونة طلعت في حالها هيك، شافت أنا بدي طرف صناعي مثل لون لعبتي. الطرف الصناعي اللي تم تصنيعه هو طرف صناعي لونه زهري وأبيض بنفس اللون لعبتها اللي كانت بدي إياها. هذا الشيء أعطاها دافع كتير كبير وتشجع كتير كبير لتلبسه بالروضة وتفرجي للأطفال التانية تشوفوا أنا عندي طرف مميز أنتم ما عندكم إياه. العامل النفسي يلي تم اتخاذه كان جدا كبير، كان جدا ضروري، بحيث أنه نلقي صفة المقارنة مع الأطراف الطبيعية، بحيث أنه تعطي الطرف مثل ما ذكرنا من شوي هي لمسة بطولية. الشاب الثاني هو ورد. ورد كان فقد لأربع أصابيع بسبب حادث بمكينة الكبة. كان عنده حلم بأنه يعزف على الكمان ويمسك قوس الكمان ويعزف فيه، وبالفعل إجا عندي وطلب طرف صناعي مصنع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، بس الصفة الخاصة فيه أنه بإمكانه يمسك فيه قوس الكمان. وبالفعل تم تصنيع لطرف صناعي بإمكانه يمسك فيه قوس الكمان، وهذا الشيء أعطاه دافع معنوي، أعطاه دافع كتير كبير بأنه يحقق حلمه ويحقق غايته بأنه يكمل موهبته ويعزف على الكمان مثل ما هو كان مخطط بحياته. وبالفعل حط دورة عزف بالكمان، وهلا حالياً عم يحقق حلمه لأنه يصير أكبر عازف كمان على مستوى الشرق الأوسط. الطفلة الثالثة هي بتول. بتول الصراحة أثرت فيني كتير بسبب فقد الأيد اليمين، ومو بس هذا فقط، وإنما كانت فقد العائلة كلها توسكنة عن بيتنا أنت. بس كان عنده أسرار، كان عنده هدف يلي هو إنه تحقق حلمه بإنه تصير فنانة. ولما لبست الطرف الصناعي المصنع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد والخدمات اللي قدم لها إياها، قدرت تمسك قلم وتكتب فيه وترسم لوحات فيه. هذا الشيء أعطاها دافع، أعطاها أمل إنه تكمل حياتها وتكمل مشوارها بأنه تصير فنانة إن شاء الله قريبا. الحالة الرابعة هو لشاب، شاب رياضي اسمه عبد الغفور. شاب صفحاتي عشر كان بيحب يلعب على البطيناج، بس كان مشكلة الوحيدة إنه لما يلبس بطيناج ما كان يقدر يتوازن بسبب فقد لإيده اليمين. بس لما لبس الطرف الصناعي ضمن المزايا الخاصة تبع طباعة ثلاثية الأبعاد قدر يتوازن بالطرف الصناعي، وقدر يتوازن ويلعب بطيناج ويكمل رياضته اللي هو عم بيحلم فيها. الحرب اللي صارت على سوريا خلفت دمار كتير كبير وخلفت حالات بتر كتير كبيرة، بحيث إنه الإحصائية تقدر بوجود 80,000 حالة بتر. متخيلين 80,000 حالة بتر موجودة في سوريا؟ طب نحن جزء حالنا سؤال، طب احنا ما عم نشوف الحالات البتر الموجودة في سوريا، طب ايش السبب؟ الجواب هو بالاخص للحالات الاطراف العلوية انه الشخص مخبي ايده ورا ظهره بحيث انه ما يفرجي اعاقته او يفرجي اصابته قدام الناس. وهذا الشيء اللي احنا لازم نشتغل عليه، وهذا الشيء اللي احنا فعليا اشتغلنا عليه، بانه يكون في عندنا دمج للأشخاص المصابين بالمجتمع وتمكينه في المجتمع لحتى يصيروا أشخاص فاعلين. رح نسأل حالنا سؤال، طيب أوكي، إيش المزايا اللي بتقدمنا إياها الأطراف الصناعية مصنعة عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد مع الأطراف الصناعية التقليدية؟ أول ميزة هي رخص الثمن. الأطراف اللي تم تصنيعها بواسطة طباعة ثلاثية الأبعاد هي أطراف رخيصة تكاد تكون قيمة المادية صفر. تخيلين صفر قيمة مادية عم تعطي روح، عم تعطي حياة للإنسان،
هذا الشيء جدا ضروري لحتى نفكر باستثماره لهذا الشيء. العامل الثاني وهو خفة الوزن. الأطراف الصناعية التقليدية عم بيكون مشكلتها إنه ثقيلة، وهذا الشيء ممكن يسبب له مشاكل بالعمود الفقري أو ممكن يسبب له جنف. في حين الأطراف الصناعية مصنعة عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد قدرت تعمل طرف صناعي متين وبنفس الوقت خفيف الوزن. العامل الثالث وهو قابلية الحركة. لازم يكون الشخص المصاب عنده استقلالية في الحركة بحيث انه يعتمد على حاله وما يعتمد على اي شخص ثاني. وفعليا الطباعة ثلاثية الأبعاد امنتنا بحيث انه الطرف الصناعي هو وظيفي متحرك اكثر من انه يكون تجميلي. فما بالك اذا كان وظيفي متحرك واذا المزايا كلها اعطتيها لمسة بطولية. هذا الشيء اللي تم الشغل عليه. رح نسأل حالنا سؤال، طيب هل الطباعة ثلاثية الأبعاد تعطينا فقط أطراف صناعية علوية؟ الجواب هو لا. قريبا رح يتم تصنيع أطراف صناعية سفلية وبالأخص في مدينة حلب. طرف صناعي سفلي محلي أول مرة بيصير في سوريا بالأخص في مدينة حلب. ومو بس هذا الشيء، أيضا رح يتم تصنيع ثدي صناعي مخصص للنساء الفاقدات أطراف للثدي الصناعي بسبب سرطان الثدي. هذا الشيء عم يتم عمله حاليا بحلب وبسوريا ضمن الظروف الحالية. الشغف يوقد جملة الإبداع، والإنجاز بدايته عبارة عن قرار. مثل ما الأطفال شفناهم كان بدايتهم قرار أخذوه بأنه يغيروا من حياتهم لتصير حياتهم أحسن، ونحن صار دورنا لحتى ناخذ قرارنا لنساعد الأشخاص المصابين بأنه تكون حياتهم أحسن. لأنه كل شخص فينا هو عبارة عن شخص فاعل وشخص مهم وجوده. حالياً لازم كل شخص فينا ينسج حكايته البطولية، لأنه كل شخص فينا عنده بذرة، وهي البذرة ضروري وجودها لتحقيق الغاية الكاملة بوجود مجتمع فاعل. شكراً كثير لكم.